مدينة عربية إسلامية مقدسة. لا يمكن التخلي عن القدس، لا يجوز شرعا وطبعا للأمة الإسلامية أن تتخلى عن القدس. ماشي على راسي، على حبابي وعلى ولادي، على اخوتي، على اصحاب الدوار، ماشي غير انا. اذا كنت انا قديت نقز راسي نموت في بلاصه واحده، ولكن كانت 3000 واحد كتموت بحالي بحالهم. اللي تحرق دابا ما لقيناش السبيطار وما لقيناش الطريق، واش عباد الله حنا في المسلمين؟ حنا ما محسوبين في الدوله. كنا ايرانيين غاب، كنا ايرانيين سياب، توفاق المسودات، دابا نفدوها السبيطار خوا، لا يتاخ شاي يصير لنا ويتنصر فرماسيان، يزن زبور فرماسيان ما يتيقن، ويمشي ياخذ الدواء قد اللي يلغي في غيال ضماضي يظن، نزوز للطبيب، نزوز للفرمري، نزوز للدكتور، نكري هات نموت، لا تيريت مطول تاتار ونغين تسفي قضي يظن، وسن ما يتسشر، نكري لا القانون، نكري لا بريد. كان الطريق إلى القرية يومها مقطوعة، وكان الأطفال يعترضون سبيل الغرباء بمطلب واحد، دواء لمقاومة نزلات البرد. فأخبار الموت القادمة من قرية أنفجو حينها أثارت الفزع في كل منطقة. ثمانية وعشرون طفلا على الأقل توفوا في موسم برد قارس، هذه قبورهم. لم تعرف أسباب الوفاة، لكن السكان لم يكونوا بحاجة إلى من يخبرهم. أحوال القرية كانت تشي بكل شيء. بغيت نبكي. بناء الملاعب الرياضية للشباب والمراكز الثقافية، العناية بالجمعيات النسائية ودعمها ومساعدتها، العناية بالأيتام والأرامل والسجناء والضعاف، مد يد العون في جميع أيام السنة للسكان، سياسة القرب، سياسة التواجد الدائم مع السكان. هذا هو العمل الميداني، وهذا ما نسميه بالسياسة المدنية التي نريدها، سياسة مدنية عربية إسلامية. ماشي على راسي، على حبابي وعلى ولادي، على اخوتي، على اصحاب الدوار، ماشي غير انا. اذا كنت انا قديت نقز راسي نموت في بلاصه واحده، ولكن كانت 3000 واحد كتموت بحالي بحالهم. اللي تحرق دابا ما لقيناش السبيطار وما لقيناش الطريق، واش عباد الله حنا في المسلمين؟ حنا ما محسوبين في الدوله. فكرت وكالة بيت مال القدس الشريف في الإسهام ما استطاعت في معالجة هذا الوضع. قامت ببناء مدارس جديدة، وصلت الآن إلى مدارس، أربع مدارس كاملة، منها ثانوية بحي شعفاط، ومنها مدارس أخرى في رأس العمود وفي غيرها من الأحياء. أطلقت برنامج المدارس الجميلة، وهو برنامج يهدف إلى إصلاح وتأهيل المدارس القائمة. أنجزنا لحد الآن 10 مدارس في هذا الإطار. قامت الوكالة أيضا بتجهيز بعض المدارس بالحاجيات
ضرورية من آلات الحاسوب ومن مختبرات علمية ومن أدوات للتدريس وغير ذلك. أعطت الوكالة 120 منحة لطلاب القدس لمواصلة دراستهم في الخارج. برنامج كفالة اليتيم نفسه والذي يشمل كفالة 500 يتيم يتضمن بندا أساسيا وهو الرعاية المدرسية لأيتام القدس لأداء الرسوم المدرسية وتوفير القرطاسية والكتب والحاجيات المدرسية للأيتام. هذا غيض من الفيض ونموذج ومثال على ما تقوم به الوكالة في هذا الميدان. ماشي على الرأسي، على حبابي وعلى أولادي، على أخوتي، على أصحاب الدوار، ماشي غير أنا. إذا كنت هنا خديت لك الجراسي الموت في بلاصة واحدة، ولكن كانت 3000 واحد كتموت بحالي بحالهم. اللي تحرق دابا ما لقاش السبيطار وما لقيناش الطريق، وشعب الله حنا في المسلمين، حنا ما محسوبين في الدنيا. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، قبل الانصراف لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا ودعما لنا. شكرا.